مشاهدي قناة شوف تي في، متابعي القناة، صباح الخير عليكم في هذا البث المباشر من مدينة تازة. جولة صباحية بأرجاء مدينة تازة، جولة صباحية. شوفوا كيراها الأجواء ديال الحجر الصحي والأجواء مع كورونا. مشاهدي الكرام، الحمد لله الحجر الصحي بدا كيترفع تدريجي على المملكة المغربية، وبينا كنحسو به حتى في مدينة تازة. الحمد لله بينا كنحسو به حتى في مدينة تازة، ولله الحمد. متابعي الكرام، نتمنوا الخير من عند الله. مشاهدة الكرام، نتمنى الخير. ما كتشوفوا مراقبة أمنية بالسيارات بمدينة تازة، مراقبة أمنية مجموعة من السيارات بمدينة تازة. مشاهدة الكرام، كما كتشوفوا مراقبة أمنية للسيارات، مازال التزام. نتمنى الخير من عند الله، ونتمنى هذا البلاء والوباء يترفع علينا. والحمد لله، الحمد لله الامور راه ماشيه من الحسن الى الاحسن. الحمد لله، الحمد لله الامور غاديه من الحسن الى احسن، ولله الحمد. متتبعينا الكرام، احترامات سي مدي. جولة مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، كما كتشوفوا جولة صباحية بأرجاء مدينة تازة. نتمنى هذا البلاء يترفع، نتمنى هذا الوباء
مدينة سازامبي المدن اللي عرفت صفر حالة في مجال في عدد الإصابات لحد الآن كانت 5. هي وزارة الصحة باب الريح او المدينة العتيقة او تاز العليا.
مشاهدي الكرام وتتبعي قناة شوف تي في، كنتم مع هذه الجولة الصباحية بمدينة تازة. جولة زرنا مجموعة من الأحياء والأماكن، شفنا الناس واش ملتزمين بالحجر الصحي، وشفنا كذلك كراها إجراءات رفع الحجر الصحي التدريجي بمدينة تازة أو بإقليم تازة. مشاهدي قناة شوف تي في، متبعي القناة، محبي القناة ومنخرطي القناة، تقبلوا تحيات طاقم قناة شوف تي في. كان معكم عبد الله من مدينة تازة، تبارك الله عليكم.